يعني الكلام الرائع، وده يعني فوق يعني اكتر مما اتوقع. واشكرك واشكر كل واحد فعلا تضامن معايا، وطبعا لا يشكر الناس يعني يبقى انسان في كبيرة. طبعا شكر لوحده، ثم ربنا امرنا لا يشكر الناس لا يشكر الله. الله يفتح عليك حاج محمود، شيخ محمود معايا، الله يفتح عليك. هنتكلم طبعا على خالد، الدكتور خالد منتصر، وعلى بالتفاصيل طبعا الفقره الجايه هيكون معانا الدكتور خالد ابو بكر المحامي، ومعانا طبعا الدكتور خالد رفعت. هنتكلم بالتفاصيل عن الخونه والفكر الالكتروني، وقال له حاجات حصر لاول مره تسمعوها في الفقره اللي جايه. بس قبل ما اطلع فاصل حاجه اخيره هتكلم بس معلش على فيلم كارما، ان هو فيه بيطلع برضو اسوأ ما في مصر، وبنقول الموضوع ده كدور بقى هنا الرقابه وغيره تمنعه الفاظ خارجه غير عاديه. بيجيبوا صورة العشوائيات بشكل مبالغ فيه، جايب لك مصر كلها مخدرات وكلها إجرام وكلها دعارة، نفس الموال تاني ليه؟ ومش وقته شغل، هي فوضى وغيره، لا نسمح والدولة لا تسمح والشعب لا يسمح. طلع بالصورة دي، لازم نشكر المسلسلات والأفلام اللي بتطلع مصر كويسة. بالمناسبة يعني أما اللي بيطلع مصر بيسيبوا مصر، ده شيء غباء فني يعني، محترامي يعني. عايزين مسلسلات، تشوف تركيا بتعمل مسلسلات وهي عندها شارع واحد، بتعمل مسلسل صح، بتعمل سياحة 10 على 10، ازاي بتطور نفسها، وكل مسلسلاتهم كلها شبه بعض، بس ازاي ناس تعكفها كده، ناس عاجباها قوي الحاجات دي فاشتغلها معاها. فالافلام اللي بتطلع صورة سيئة لمصر ما ينفعش. اخر حاجة الفنان المحترم اللي بيطور نفسه محمد رمضان، قبل ما اخلص بس ايه فقرة، ان في هجوم عليه غير عادي. عمل افلام قبل كده بقى الالماني وغيره، كان سنه صغير والراجل طلع اعترف بنفسه وقال لك انا بطور نفسي وبيعمل. وفي فنانين كتير جدا عملوا افلام بلطجه وكان الموضوع عادي خالص. الهجوم على شخص ناجح بقى الظاهره غريبه موجوده في الفتره دي. وبيتكلم برضو الراجل عمل شغل كويس، مسلسلات وافلام وغيره، وليه شعبيه وليه ناسه. ليه الناس حاطه مناخرها وحاقده على الراجل كده؟ ليه الناس عماله تنقد وكل ما بتحصل حاجه ظاهره يروح يهجموا عليه؟ طب يا جماعه كلموا، عايز نقد بناء انقدوا نقد بناء، هيسمع خلي بالك قوي وهيطور من نفسه. ومحمد رمضان كشخصيه محترمه جدا على فكره، وابن بلد قوي وجدع قوي، سيبك بقى من كل الكلام اللي بيتقال عليه، ولكن الطريقه الهجوم اللي برضو اللي فيه حقد وده عشان اعلى منه وغيره، هو كافح وعنده ثقه بالله وفعلا ممثل ممتاز. انا بقول لكم ملامح وشه بيقدر يغير ملامح وشه، بيقدر يعمل التمثيل صح، بيقوم الدور 100%. كل الحاجات دي كلها امور نطوره بقى لو في